بالخير جميع. طبعا رفيقكم مسافر لي يمكن الربع هنية نص ساعة متكي مقفل الموتر مقفل منظر منظر لا إله إلا الله. ما يحتاج أسولف ولا أتكلم ماشي تكلم لكن نظهروا لا تقعد في البيت الحين لك أن تجلس عند الخزان حق بيتكم عاين بس صلّى يعني منظرها مع الجبل والخط. بس قابلت لي واحد في يوم من الأيام يقول عرف لي صويحب شوفته هزين من القمر. أنا ودي أشوف الصاحب ذا يعني صراحة أحد عنده يعني أنا ما صراحة يعني ما صدقته بس يعني هزين من المنظر ذا يا ولد. بغيت أقول ورني إياه بس دليت يضربني. الله يسعدكم جميعا. الله يمسيكم بالخير جميعا. ارحب ابو محمد. سلم مرحبا. مرحبا ابو مسهلا. ايش حالك طال عمرك؟ والله بخير ابشرك في مكان انه يجيب العافيه. طيب والله محدودين عليه الربع ترى. ليه يا حبيبي؟ حر واحد من قال ترى والله. لا لا والله ما انت محدود. لا والله ما انت محدود. ارحب ارحب. ارحب ارحب. شكرا يا حبيبي شكرا. حساب ما في هديه؟ هديه هديه ما في. هديه ما في. لازم. خلي علي نفداك. عندي يا ابو محمد انا مقوي. نفداك انت خلي. عندي هذا حق بس بداية فقط. الله يكثر خير. خيرك حبيبي. الله يمسيكم بالخير جميعا. ارحب يا رجال. ارحب ابو حسن. الله يبقيك ابو محمد ويسلمك ويسلمك. يا مرحبا يا اخوي صاير ما كلموني يا اخوي. في زواج ابو فهد عسى الله يوفقه ان شاء الله. يا ابن ابراهيم ان شاء الله. اللهم امين. الف مبروك الف. الله يبقيك. الله يبقيك ابو فهد طول عمرك. مرحبا عيالك ليل. الله يسرت ولا نجيت. يا مال السلام. الله يبقيك. ترحب ولا ترحب. طول عمرك. الف مبروك ان شاء الله. مبروك يا سلام. الله يبارك فيك. العيد. يا مال السلامة. جت على ما طلب كبو على الطلب صوت الجرة اللي فيها قوي والله اللي فيها قوي. ارحم مليون ارحم ارحم.